تنضم إلي هدى رزق باحثة سياسية من بيروت عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى ضيفي من غازي عنتاب وموسكو. أهلا بك سيدة هدى. بداية سأسمع التعليق من سيد سيدروف على موضوع الكنيسة الأرثوذكسية وكلامها عن أن الحرب في سوريا هي حرب مقدسة لمحاربة الإرهاب. هذا الحديث للداخل الروسي، للتحفيز الروسي لأخذ الموافقة الشعبية على وجود روسيا في سوريا وقتالها في سوريا؟ طبعا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أعربت عن موقفها، الذي طبعا يجب أن يكون موقفا متضامنا مع السلطة الروسية الرسمية. فبالرغم من أن الكنيسة منفصلة عن الدولة في روسيا حسب الدستور، إلا أن هناك طبعا كل دلائل التي تشير إلى أن الكنيسة الآن تقريبا يعني دائما تبدي رأيا مماثلا للرأي الرسمي، وبالتالي أنا لا أرى أي مفاجأة في كون الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قد أعلنت مثل هذا الموقف. من جهة أخرى، هناك زيارة قام بها منذ 3 سنوات تقريبا إلى سوريا بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، وهو أعرب أثناء زيارته عن قلقه البالغ من الاضطهادات والملاحقات التي يتعرض لها المسيحيون في سوريا. وبالتالي فربما يعني هذا الموقف أيضا يعود إلى كون الكنيسة ما زالت قلقة من مصير المسيحيين الذين اضطروا للهجرة واضطروا إلى الانتقال إلى أماكن ومناطق أخرى من العالم. هل يعني هل موقف طيب بهالحالة ذكرت حضرتك يعني نقطة أولى بأنه موقف الكنيسة يجب أن يتوافق مع الموقف الروسي. الموقف الروسي لا يتحدث عن حرب مقدسة، يتحدث عن قتال داعش، عن قتال، هذا الموقف المعلن على الأقل. وأيضا موضوع حماية المسيحيين في سوريا، الذي يقتل أكثر في سوريا هم السنة، يعني هن بدهم يقاتلوا داعش، داعش أساسا عم تقتل السنة. طبعا ما وصلت على المسيحيين حتى ولا قربت عليهم. هذا صحيح، لكن بالنسبة لكلمة المقدسة التي تميز لهجة الكنيسة عن لهجة السلطة الرسمية، فهذا أمر طبيعي، لأن كلمة مقدسة هي مصطلح مأخوذ من القاموس الديني، من القاموس الروحي، وبالتالي أيضا هذا أمر منطقي عندما يتحدث ممثل أو متحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ويستخدم مثل هذه الكلمة، مثل ما مثلا المفتي هو يستخدم المقدسات وإلى آخره، هذا أمر طبيعي. يعني صرنا بهالحالة يعني بشكل مشابه لما يجري في إيران والدعوات لحرب لحماية المقدسات الشيعية في سوريا. وهون بنتقل للسيدة هدى رزق، تعليقك يعني برأيك، هل استخدام الكنيسة، تدخل الكنيسة بهي الحرب، اللي هي حرب إلى علاقة بمصالح روسية أساسا وإلباسها شكل ديني واعتبارها حرب مقدسة؟ يعني أنا أعتقد بأنه بوتين لجأ إلى الكنيسة لكي ينال، طبعاً لكي ينال، طيب طبعا يعني لجأ للكنيسة لكي ينال موافقة هذه الكنيسة، لأنه لا تنسي بأنه بوتين اليوم يعني يقود، لا يقود البلاد بإيديولوجيا الشيوعية التي كانت في السابق، بل هو يقود الدولة على أساس أنها أرثوذكسية. لذلك اليوم وبشعور قومي روسي وأيضا أرثوذكسية، لذلك اليوم هو لجأ إلى الكنيسة لحتى ينال موافقتها. أما أن تكون هذه الحرب مقدسة أو لا تكون مقدسة، أعتقد بأنه وقت يعني عندما يقول بأنه بس كمان في نقطة بأنها حرب ضد الإرهاب، هذا يعني بروسيا في ملايين المسلمين. إيه بس، ولكن هو لجأ إلى الأرثوذكس لأنه إلى الكنيسة الأرثوذكسية لأنه يعتقد بأنه أيضا هو يحمي المسيحيين في سوريا. كما قلت أن الشيعة، أن إيران تقول بأنها تحمي العتبات المقدسة، كذلك هو يقول للكنيسة بأنني أيضا ذاهب لكي أحمي المسيحيين وليس فقط النظام في سوريا أو لأدافع عن النظام في سوريا أو لأدافع فقط عن مصالح روسيا. وتعرفين أيضا بأن التهجير الذي حصل للمسيحيين
في سوريا أثار الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الأرثوذكسية عامة في اليونان وفي روسيا. لذلك اللجوء إلى هذه الكنيسة هو بمثابة يعني إذن أو بمثابة أخذ الموافقة الكنسية، وهذا يعني الكثير بالنسبة للروس الأرثوذكس. طيب بالنسبة لوضع المسيحيين بسوريا، وحضرتك ذكرتي نقطة تهجير المسيحيين، هذا نعم. ما يتم الترويج له في الغرب وفي أوروبا عن أنه نعم. حماية الأقليات نعم. تهجير للمسيحيين، ولكن ما يجري في سوريا نعم. هو تهجير لكل الشعب السوري، إذا كان حتى فينا نقول بأنه للسنة أكثر نعم. من قبل تعدي النظام عليه نعم. ومن قبل تعدي داعش أيضا عليه. فبالتالي على أي أساس عم ينحكى عن حماية المسيحيين بسوريا من خلال الضربات التي تقوم بها روسيا واللي اتضح بأنها عم تستهدف المدنيين اليوم؟ إيه بس لا تنسي أيضا بأنه السعودية مثلا تقول بأنها تريد أن تتخلص من هذا النظام لأنه نظام علوي، وأن قطر أيضا وتركيا تقول بأن هنالك أكثرية سنية تتعرض للضرب أيضا على يد هذا النظام العلوي. كذلك لا تنسي أيضا بأن هنالك أيضا كلمة علوي لا تسبق إيران التي إيران بس كلمة ما إيران التي تقول بأنها تريد حماية العتبات المقدسة، وأيضا روسيا اليوم التي تقول بأنها تريد أن تدافع عن الأرثوذكس، وهكذا أصبحت سوريا هي ساحة للحمايات الأقلية والأكثرية. كيف يمكن أن يعكس برأيك ست هدى الكلام الكنيسي على الموقف الشعبي الروسي، خاصة بأنه بروسيا في المسيحيين وفي المسلمين بنسبة كبيرة جدا؟ نعم، في مسيحيين وفي مسلمين، سينعكس على المسلمين والمسيحيين لأن هنالك تعبئة ضد داعش وضد الإرهاب بأن هذه الحرب هي حرب مقدسة ضد الإرهاب، وهذا الإرهاب يطال روسيا كقومية قبل أن يطالها كدين. نعم، أشكرك هدى رزق باحثة سياسية من بيروت عبر الأقمار الصناعية، وأنتقل مرة أخرى لياسر بدوي من غازي عنتاب. سيد بدوي، ما تعليقك على كلام ضيفي سيدروف وسيدة هدى؟ نعم، يعني أولا اسمحي لي أن أعلق على السيدة هدى رزق حتى لا تمرر هذه الأفكار وهذه السموم أيضا، سواء كانت عن سوء نية أو عن غير سوء أو عن طيب نية. يعني تقول تهجير المسيحيين من سوريا، أولا البعض المسيحيين الذين هجروا من سوريا من هجرهم؟ ومن يطلع على تاريخ سوريا يعني منذ الأزل إلى اليوم يعرف هذا التعايش منذ أيام دخول الإسلام، منذ أن بقي معاوية ومنذ أن بقي سيد عمر، وجميع هذه إلى اليوم التعايش الإسلامي المسيحي واضح لا نقاش فيه. إذا كان هناك بعض المسيحيين هجروا من سوريا هو بسبب النظام، وأما التهجير الحقيقي الذي حصل بسوريا لو كان قلب العالم على فعلا إنساني فهم حقيقة أهل السنة، وزوريني لأول مرة أتحدث بهذه اللهجة، 90% أو 95% منهم هم من أهل السنة، قتلوا وهجروا. بالنقطة الثانية التي ذكرتها السيدة هدى وقالت أن السعودية تقول أنه نظام علوي، أتمنى أن تأتيني بأي تصريح للقادة السعوديين وزراء الخارجية أو الملك أو غيره، الجبير أو فيصل قبل أن يموت يلا رحمه الله أو الملك أو إلى آخره، قالوا بأن نظام، قالوا طرحوا مبادرة عربية، وفي عام 2011 توجه الملك عبد الله رحمه الله بنداء إلى الرئيس الأسد بأن يكف عن إجرامه، بأن يكف عن قتله، وأن يكون هناك خطة للانتقال السياسي وأن يقوم بإصلاحات، ولكن هذا المجرم مصر على إجرامه وعلى أن يبقى في هذا الموضوع. ما يقول السيد سيدروف عن الكنيسة يعني حقيقة أنها منفصلة، وهي يعني بوتين قال لبشار الأسد ضع جانبك أحمد حسون وهو يضع جانبه هذه الكنيسة، لكن ما الخطورة في هذا الأمر؟ الخطورة بكلمة الحرب المقدسة، الذين يعيدون إحياء الحروب الصليبية التي رفض العرب ورفض الكتاب المسلمون تسميتها حروبا صليبية، وهم يتباهون بها دائما وقالوا هي حروب فرنجة. هذه الحروب الفرنجة الذين يحاولون إحياءها، تشترك روسيا مع إيران مع النظام في صناعة داعش، ثم يقولون قادمون من أجل هذه الحروب الصليبية وجعل الحروب دينية من أجل قتل روح ثورة الشعب السوري الذي هي ثورة حقوق وثورة من أجل المستقبل، ويريدون إجهاضها. ولو كان كلمة أخيرة، لو كان بوتين حقا يريد أي نقطة صحيحة في سوريا لكان أوقف مباشرة وقال أنه سيحارب المجرم الأول الذي أوجد داعش والذي أوجد الطائفية والذي أوجد الإرهاب والذي يعتاش عليهم والذي يريد تقسيم سوريا ويفعل ما يشاء من أجل أن يبقى وأن تحميه روسيا. والأيام القادمة ستثبت كم هي روسيا متورطة ولو تغلق
تكلفت ببعض هذه المقولات بالنسبة نعم. لنا كسوريين، بالنسبة طيب. لهذه إلى الثوار الأحرار الأشراف الذين نقبل الآن أقدامهم على هذه الشاشة، هم لهم الكلمة الفصل بإذن الله. سيد سيدروف، يعني روسيا فيها مسلمين، وهذا التصريح أو هذا الكلام من الكنيسة واعتبار أن الحرب هي حرب مقدسة لإقناع الرأي الشعبي، يعني ما عندهم القدرة، هل يعني دخلت الكنيسة لأنه سياسيا ما عندهم القدرة على الحصول على الموافقة الشعبية للأهداف الحقيقية والمصالح الحقيقية لروسيا بسبب تدخلها في سوريا؟ لا طبعا، لا، الحديث يمكن أن يدور عن شيء آخر. روسيا طبعا فيها مسلمين وعددهم أكثر من 20 مليون شخص. بالمناسبة الرئيس بوتين مرتين قدر الإسلام تقديرا عاليا جدا، المرة الأولى أثناء افتتاح مسجد موسكو الكبير في الأسبوع الماضي، والمرة الثانية في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة عندما وصف الإسلام بأعظم دين في العالم، بأعظم ديانة عالمية. فهذا الكلام بليغ الدلالة، وهو طبعا ينم عن احترام السلطة الروسية للمسلمين في كل مكان أينما عاشوا، ولا يمكن أن طبعا تكون طيب أفعال المسلمين الروس تخالف هذه. طيب المسلمين الروس سيد سيدروف لما بيشوفوا حديث الكنيسة عن أنه حرب مقدسة في سوريا لحماية المسيحيين، ولما بيشوفوا الأخبار وبيشوفوا شو عم بيصير حقيقة بسوريا، ولما بيشوفوا بأنه روسيا عم تستهدف المسلمين السنة، سواء بلشت اليوم ما بنعرف شو رح تستهدف فيما بعد، سواء في حمص أو اللاذقية أو حما، هذا الشيء كيف رح ينعكس على ردود أفعالهم الداخلية؟ ما في قتال لداعش إلى الآن، كله حكي إعلامي بس فعليا لسه ما صار أي شيء. لا، الروس يعني يميلون المسيحيون في بالدرجة الأولى، طالما أن الحديث يدور عنهم الآن في هذا السياق، هم يميلون إلى الثقة بما تقوله وسائل الإعلام ومصادر رسمية الروسية. فمؤخرا يعني منذ قليل صدر تصريح عن وزارة الخارجية الروسية، حيث وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ما يعني يتردد على بعض المصادر في عدد من العواصم العالمية بأن روسيا تستهدف مواقع المعارضة، بأن هذا يعني حرب إعلامية تستهدف روسيا أو موجهة ضد روسيا، وبالتالي يعني حتى المسلمين والمسيحيين على حد سواء يثقون بالروايات أو القصص الرسمية، يعني مثل موالين النظام شو بيحكي النظام بإعلامه بيصدقوا، يعني بيصدقوا هيك على العمياني أي شيء. طبعا بيصدقوا لما تقوله الإعلام الرسمي إلا باستثناءات يعني قليلة جدا. نعم، ينضم إلي اللواء مأمون أبو نوار، خبير عسكري واستراتيجي من لندن عبر الأقمار الصناعية. أهلا بك سيادة اللواء. يعني سمعت الحديث عن موضوع الكنيسة وحديثها أيضا عن حرب مقدسة، ولكن هون بدي أسألك عن نقطة معينة، وهي تصريح بوتين بأنه الوجود الروسي الآن هو لدعم بشار الأسد وجيش النظام، دعمه بمحاربة داعش، والمجتمع الدولي جميعه يتحدث عن أنه الموضوع لمحاربة داعش، وعم يرحبوا وعم يترددوا نوعا ما، شي بيقولوا مرحبين بروسيا لمحاربة داعش، وشي بيقولوا لا. بس العنوان العريض اللي حكاه بوتين أنه هو لدعم بشار الأسد ومحاربة داعش، وهذا صحيح. خليني أعطيني بس دقيقة أو دقيقتين. هو قبل شهرين الحقيقة لتراجع النظام وشبه انهار، لذلك العلويين بالساحل وبعض الضباط ضغطوا على النظام وقالوا له نحن نرغب أن ندافع عن اللاذقية والطرطور والساحل، ولذلك كان هذا التدخل الروسي السريع. الحقيقة التدخل هو حفظ النظام. الآن عندنا دولة علوستان موجودة ومثبتة، وهو يريد أن يحميها، ولذلك رأينا اليوم الضربات في الرستون والتلبيسة وقتل المدنيين الأبرياء. الحقيقة روسيا لا تفرق في ضربها بين داعش وجبهة النصرة وجيش فتح وإلى آخره، سوف تضرب الجميع. همها الوحيد والهدف الوحيد هذه الدولة الآن. إيران ماسك دمشق، قرمون تحت مظلة كامل، الساحل أصبح تحت مظلة روسيا.
ما نسمعه يعني اليوم بلغوا الأمريكان قبل بساعة بضرب الضربات الجوية اللي صارت، يعني ما هذا؟ هل هذه دولة عظمى؟ تصرف هذه الدولة العظمى الآن؟ يعني الرد كان يجب أن يكون من الغرب، وكدولة عظمى الولايات المتحدة تقول لهم اسمعوا أنا سوف أقوم بمنطقة حذر الطيران ومناطق عازلة، ويا روسيا ويا إيران لا تقربوا هذه المناطق، أنتم غيرتم قواعد اللعبة كليا في المنطقة عندنا، ونحن سوف نضع لكم هذا القانون لنمسك بهذه القواعد. هذا الرد الصحيح. أما طيب، ترك الأمور على ما هي، يعني الحقيقة هل هذا هو ترك شيء مش واضح. هل هو ترك الأمور ولا هو في توائم، في توافق روسي أمريكي، ولكن بالتصريحات عم يتم إظهار بأنه في اختلاف؟ يعني اللي صاير أختي العزيزة، اللي السياسة الأمريكية hands of policy، يعني أنا ما دخلني بما معناه، هذا اللي منلاحظه الحقيقة، وتركين الأمر كله روسيا، فرض إرادة ورؤية روسيا في التدخل، وأيضا رح نشوفها في عمليات الحكومة الشاملة والمعارضة وتثبيت النظام الأسد، هذا ما هو سوف يحدث في المستقبل. لكن أنا أقول بالدخول روسيا المنطقة ودخولها هذا التدخل والاحتلال الحقيقة، يعني هي بتروح على الكنيسة وبتخلط الأوراق بالطريقة هاي، أيضا بدها تعمل أنه تشرعن الموضوع، ويمكن بكرة نسمع من مجلس الأمن قرار بإدخاله لمحاربة داعش والآخري، ممكن ترى ليس يعني المعايير الدولية اختلفت كليا. طيب، الآن المصلحة الأوروبية الحقيقة إقامة المنطقة العازلة، المصلحة الأمريكية هي إقامة المنطقة العازلة، أمن الأتراك هي المنطقة العازلة. يعني أنا أعتقد أنا أشاهد سيناريو أيضا الأكراد اللي هن 105,000 سوف يمسكوا الحدود عشان قطع المواد عن داعش والثوار وإلى آخره من الأمور. روسيا لن تفرق وستقوم بضرب حماية السلسلة الجبال الشرقية للساحل كاملة، راح تكون سهل الغاب، جورين، جسر الشغور، هذه الأهداف تبعها من الآن. لكن قلت هذا التدخل البري سوف يكون محدود. يعني بس هو مقسمة، يعني إذا طلعنا الآن القوة الموجودة على الأرض مقسمة سوريا، يعني الحقيقة. طيب حكيت حضرتك عن نقطة أنه تأسيس علوستان صار جاهز، مشان هيك عم يتم استخدام الصفة الدينية والباس الحرب صبغة دينية سواء بروسيا أو حتى بإيران، وروسيا مؤخرا بحديث الكنيسة عن الحرب المقدسة لتبرير فيما بعد ظهور علوستان، يعني هيك السيناريو شايفه؟ والله هيك شايفه أنا، وشايفه أنه راح يأخذ قرار من مجلس الأمن قريب يقولوا نحن تدخلنا أو احتلالنا هذا لحماية الأقليات وحماية الشعب السوري كما حدث في ليبيا، يعني هذا اللي أشاهده الآن، بده يشرعنوا تدخلهم. لكن قلت هذا، يعني ليس بالسهل تفوت بحرب مثل هيك، يعني عندي قوات، في عندك 4.5 سنين هذول قاعدين، الجيش الحر والفصائل وجيش الفتح، يعني قاوموا 4 سنوات وهددوا النظام، ألا يعتبر هذا نصرا؟ أنا بعرف يعني أراهم أنه هذا نصر كبير بما يقوم فيه، وأعتقد سوف يجر المنطقة لحرب استنزاف طويلة، روسيا سوف تخسر في هذه الحرب. أنا هذا ما أراه، وسوف تفشل، استخدمت يعني الأداة العسكرية لتحقيق أهداف راح تفشل العسكرية، كما يحدث الآن في استخدام الاستراتيجية الأمريكية، فشلت أهدافها العسكرية كاملة. يعني معروف هل فشلت ولا هي ماشية مثل ما بدها؟ وهون اسمح لي انتقل لياسر البدوي بتعليق أخير، تعليقك أستاذ ياسر البدوي عن كلام ضيفي سيادة اللواء تحديدا عن الموقف الأمريكي، وأنه هي فشلت الآن، وبأنه روسيا هي هلأ عم تاخذ الدور وأمريكا عم تتفرج مو قدرانة تعمل شيء، بإيجاز إذا ممكن. نعم، يعني أولا نعم فليسمح لي سيادة اللواء مأمون أن ما سيحدث في المستقبل ليس تثبيت للأسد، ولا تستطيع قوة في الأرض أن تثبت هذا المجرم. والنقطة الثانية أيضا، الأكراد لن يستطيعوا بإمساك الحدود ممتدة على 900 كيلومتر، والمنطقة الآمنة الآن قيد الدرس، والتصريحات الفرنسية هي كبيرة جدا، وأنا مع اللواء مأمون تماما بأن روسيا ستخسر لأنها تأتي في المكان الغلط. ولكن نقطة أخيرة، يعني فقط بشأن الدويلة علويستان وغيره مما
يشاع بأن التقسيم قائم. لا يمكن أبدا القياس على في المنطقة الآمنة على ما تحاول روسيا أن تقيمه في الساحل، لأن الشعب هنا متضامن مع من سيقوم في الشمال مع المنطقة الآمنة تركيا وفرنسا والآخرين، وهناك الشعب هو ضد هذا الاحتلال الأسدي، وإن كان جزء صغير منهم الذين خرجوا اليوم يهللون للغارات الروسية على الرستن وعلى الشعب السوري شقيقهم، ولكن الغالبية العظمى ترفض مثل هذا الاحتلال وترفض نظام الأسد. ونقطة أخيرة بشأن الكنيسة، رولا اسمحي لي بها، كانت إيران دائما تقول أنها تأتي إلى سوريا من أجل حماية العتبات المقدسة والسيدة زينب. نتمنى أن لا نسمع بوتين غدا وأن لا يضلل الرأي العام الروسي وغيره بأنه سيأتي لحماية مقام السيدة كاترين. فالمسيحيون هم محميون في سوريا على مدى التاريخ، وعندما يتخلصوا من هذا النظام المجرم سيكون التعايش في سوريا منارة للعالم كله كما كان في التاريخ. ياسر بدوي كاتب ومحلل سياسي من غازي عنتاب عبر الأقمار الصناعية، شكرا لك. ومن لندن اللواء مأمون أبو نوار خبير عسكري واستراتيجي أيضا شكرا لك. ومن موسكو يفجيني سيدروف محلل سياسي شكرا لك. نذهب إلى فاصل.